السلام عليكم. نعمل الخلفي مستشار جماعي بالدائرة الانتخابية 7 الحي الإداري. أول كنشكر المنبر ديالكم للحضور ديالكم في الدورة الاستثنائية، وداك المطرح ديال النفايات بشكل خطأ، بشكل واحد الخطورة على الرمالي بصفة عامة وعلى الأحياء. حي النهضة 1 وحي النهضة 2 وحي النهضة 3 وحي الإداري كيعانيو من الدخان اللي كيتشعل. داك الدخان، داك العافيه كتشعل بالتفاعل الكيماوي ديال المطرح وسميتو، كتشعل. كنقوموا بالاجراءات، كنمشيو كنطفيوها وكتعاود عاوتاني كتشعل، يعني كنعانيو من داك المطرح. دابا خدينا اجراءات ان شاء الله باش غنقسانيو واحد الارض باش داك المطرح غادي يتحول من تما. المجلس الجماعي داير مجهودات جباره من اجل حد معاناه الساكنه من هذاك المطرح. والاجراءات الاوليه اللي غنديروا دابا، غنشوفوا شي مطرح اللي غنديروه بعدا على الاقل يكون بعيد شي شويه على الساكنه كمطرح مؤقت من اجل حد المعاناه ديال الساكنه. وكنتمناو من الله عز وجل كمجلس، كحنا كمجلس نكونوا عند حسن ظن الساكنه في النقص من المعاناه ديالهم من هذا المطرح هذا، لانه هو نقطة سوداء. هذا المطرح هذا كيشكل لنا واحد النقطة سوداء في دائرة الرماني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. الدورة ديالنا دورة استثنائية عادية كما جرت العادة والتقاليد. هذا المجلس هذا نحن في هذا المجلس هذه الولاية الثالثة عندي، انا خليفة نائب الرئيس حاليا. الامور غادي مزيانه، حنا ان شاء الله بحول الله وقوته تنفتكروا وغادي نديروا بزاف د الحوايج نزيدهم في الرماني. عندنا مشكل ديال النظافه هي من الاولويات، وعندنا التبليط ثانيا، وعندنا ملاعب القرب، وعندنا الحدائق اللي هما حنا، وعندنا الحدائق بالاخص الحاجه اللي تنركز عليها وهي النظافه. هذا هو الامر، هذا هو الشغل الصغير ديال المجلس. وبالنسبه لذاك المطرح النفايات لقيتوا ليه شي حل؟ ان شاء الله باذن الله تعالى راح في طور الانجاز. هو كاين هذا المطرح هو بالنسبه للرماني ضرر كما سمعتوا بان تيشعلوا فيه العافيه من طرف بعض الاشخاص، ولكن ان شاء الله بحول الله راح درنا قبيله اتفقنا باش غادي ان شاء الله تعالى غادي نزيدوا نلوحوا داك الشيء من داك الجهه اللي مليها، وغادي الى وصلنا للحل الى اقتنينا شي اراضي احنا غادي نطرح ليكون نموذج. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.